بمناسبة امتحانات الثانوية العامة، دايما بيشغل تفكير الطلبة وأولياء الأمور إنهم يجيبوا درجات عالية علشان يلتحقوا بالكليات القمة أو الكليات اللي ليها مستقبل في سوق العمل. فنزلنا نسأل الناس إيه هي الكليات اللي ليها مستقبل في سوق العمل من وجهة نظرهم، وإيه الكليات اللي ملهاش لازمة وممكن إنها تتلغي. تعالوا بينا نشوف الناس هتقول إيه. الكليات اللي ليها مستقبل في سوق العمل من وجهة نظرك وليه؟ والله أنا شايفة إن الكليات كله محصل بعض، ومفيش أساساً سوق عمل متاحة حالياً، وشايفة إن الشباب كلها عندها إحباط من الحتة دي، وأياً كان أنا أو غيري مثلا بنتي لسه ما دخلتش ثانوي او كده، بس يعني الناس ما فيش بقى الشباب ما فيش طموح من كتر ما شايفين قدامهم نماذج سلبيه كتير، فما فيش حاجه ايجابيه شايفينها قدامهم ان هي تخليهم بقى ايه حد حاطط هدف قدامه ان هو عايز يدخل كليه كذا عشان هي مستقبلها قدام كويس او كده. لا ما فيش الكلام ده حاليا، لا دلوقتي كله محصل بعض، ما فيش حاجه شايفاها ان هي الهندسه كويسه يعني مستقبل، يعني الهندسه بتبقى حاجه كويسه يعني فيها مستقبل بعد كده. هو زي كليه التكنولوجيا هي المفروض الحاجات اللي موجوده حاليا بيبقى عليها اكثر طلبا، زي شركات السوشيال ميديا، سيلز السوشيال ميديا، كل حاجه بقت سوشيال ميديا، فاعتقد ان الكليه بتاعه التكنولوجيا والكلام دوت هي اللي هتكون افيد. يعني اللي هي العلاج الطبيعي، صيدله جميله بردك، تجاره حلوه بردك، الكمبيوتر بردك، زي اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا، اي حاجه قادره تجاري الاي اي في التطور اللي بيحصل، ان هو بقى بيلغي كليات كتير، يعني بقى في كليات كتير ما يعني راحت عليها بصراحه. يعني اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا، لان احنا البلد المفروض انها واخده مسار انها في تقدم مستمر، وان اي حاجه الفتره الجايه المفروض انها معتمده على التكنولوجيا، فاي حاجه بقى زي كمبيوتر ساينس، اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا اعتقد هيبقى فيها المستقبل. يعني ألسن، هندسة، طب، الحاجات دي، يعني حاجات زي كده بحس ان هي ليها مستقبل عن باقي الكليات، يعني شغلهم بيبقى اكتر ومستقبلهم بيبقى احسن كده كده طبعا في اي حتة. ومثلا حاجات زي ألسن، الناس دلوقتي كل الشغل بيبقى معتمد على اللغات والحاجات دي، فطبعا يعني بيبقى في ليهم فرصة كبيرة. ايه الكليات اللي ملهاش لازمة ممكن ان احنا نلغيها؟ هو دلوقتي يعني في احنا قلنا اللي هم الدكاتره لما بتيجي تتخرج وكده، اللي هم الدكاتره الصيدليات دلوقتي ما خلاص بقى لغوا الوظائف بتاعتها خالص، يعني ما فيش وظيفه حكوميه زي تكليف كده، يعني هي بتروح تشتغل في صيدليه تمام، يعني قطاع زي قطاع خاص كده، ما فيش دلوقتي اللي هو يعني تروح تقدم زي كوظيفه اللي هو زي تكليف وكده. فانا من رايي اللي هي الهندسه هي اللي كويسه. انا شايف ان كليه خدمه اجتماعيه برضو ملهاش اي ثلاثه لازمه بصراحه، يعني كلها مش هطلع اخصائي اجتماعي في الاخر هتدخل مدرسه خاصه اخد 3000 جنيه او 2500، لا مش حاسسها. لا يعني انا مش حابه الحقوق، بس حابه للولاد، البنات لا. في حاجات كتير بقى انا مش عارفاها. يعني بس انا مش شايفه ان في اي حاجه في الدنيا ملهاش لازمه بصراحه ككليات، يعني اكيد كل واحد اكيد كل مجال محتاج حد متخصص، يعني مش هينفع بالخبره، فاهماني؟ لازم يكون حد متخصص في المجال. فبالنسبه لي انا مش شايفه ان في كليه ملهاش لازمه بصراحه. اعتقد ان مفيش حاجه ملهاش لازمه، بس في الكليات اللي هي الكليات النظريه زي الحقوق والتجاره والكليات دي، هي فرصه العمل فيها صعبه لان بقى فيها وفره من الناس اللي متخرجه من الكليه دي، بس كل الكليات اكيد ليها لازمه، بس هي دي الفكره. الصراحه كليه يعني اعلام ملهاش لازمه قوي، ان في ناس اعلاميين كتير الصراحه، وهي بتحتاج واسطه. الصراحه انا بقول بتحتاج واسطه، فيعني على حسب بقى.